السلام عليكم. اليوم نروحوا للولايه تاع الطارف لنقف على مدى تقدم الاشغال بمشروع تحليه مياه البحر اللي يتقع ببلديه بالريحان. اذا واللي يعرف وتيلة جد يعني ملحوظه على غرار كل محطات يعني اللي راهي قيد الاشغال. يعني فيه 6 محطات راهي قيد الاشغال على طول الساحل الجزائري. اذا نخليكم تتابعوا هذا الفيديو الرائع بالتصوير من السماء لمشروع تحليه مياه البحر بولايه الطارف. اذا والسلام عليكم.